المدلج يؤكد رفض الشركات الراعية كشف مبالغ التعاقدات ودول يقع في مأزق قبل مواجهة الاتحاد. شرطة الرياض ترفض تصريحات مسؤولي الخارج حول أحداث الشعلة والهلال. وحارس الاتحاد يدخل فترة 6 أشهر بعد 18 يوما. مارادونا يهاجم كوزمن ويؤكد أن اللاعبين أنقذوه من الطرد. والجماهير توجه رسالة خاصة لنجومها عبر المدرجات. النصر يبحث عن الانطلاق عبر موقعة الأنصار، والأهلي يغزو الفيصلي ونجران يتحفز لموقعة القادسية. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية ومستمعي روتانا فأم في المملكة العربية السعودية في الموعد الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار شوت. أكد الدكتور حافظ المدلج نائب مدير هيئة دوري المحترفين السعودي أن ياسر المسحل كان المرشح لنيل عضوية لجنة أندية العالم في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وأن محمد نويصر كان مرشحا لمنصب آخر، إلا أن دراسة الفيفا لسيرة نويصر جعلت الاختيار يقع على نويصر. وأتمنى المدلج خلال حديثه لبرنامج كورة أن يتحمل الشباب السعوديين الطموحين العاملين في هيئة دور المحترفين السهام التي تواجهها هيئة المحترفين، خاصة في ظل وجود من ينتقد دون الالتفات للجهود المبذولة. وبين أن الشركات الراعية ترفض كشف أرقام التعاقدات، مبينا أن هناك فرق بين رعاية دوري زين ورعاية أندية دوري زين. وأشار إلى أنه لا علاقة لهيئة المحترفين بأحداث مواجهة الخرج، على اعتبار أنها ضمن مسابقة كأس ولي العهد وليست في دوري زين. ساعات نحن في مرمى السهام، لأن احنا شايلين شيء عن زملاء لنا. الاتحاد السعودي لكرة القدم في 21 عضو، يمكن تزيد أو تنقص، مو بحافظ المدلج محمد النويصر بس. مباراة الهلال والشعلة ببدأ من الأخير، مباراة الهلال والشعلة، أي إنسان تكلم عن مباراة الهلال والشعلة وتكلم عن هيئة دوري المحترفين، إنسان لا يفقه شيء في كرة القدم، لأنه هذا كأس ولي العهد، وأنا مسؤولين عن الدوري فقط وعن دوري زين المحترفين. لكن بعض الناس يتصدر البرامج، يتصدر الإعلام ولا مقالات، ما يعرف يفرق لا بين الهيئة والاتحاد. أصدرت شرطة منطقة الرياض بيانا إلحاقيا حول أحداث مباراة الشعلة والهلال، بناء على ما لاحظته من التصريحات التي أدلى بها مدير مكتب رعاية الشباب بالخرج زابن الدوسري ومدير ملعب نادي الشعلة مبارك الدوسري عبر وسائل الإعلام، والمتضمنة تصريحات ضد الجهات الأمنية حول ما حدث من قصور وتداعيات ومحاولتهم التخلص من مسؤوليتهم المباشرة للأخطاء الفادحة التي ارتكبوها، مما كان له أثر مباشر في انطلاق الأحداث على حد تعبير بيان الشرطة. وتطرق البيان إلى 10 نقاط تضمنت الإشارة إلى أن مدير مكتب رعاية الشباب ومدير الملعب تغافلا دور الأمن في ضبط الأمور في الوقت المناسب، وأشار إلى أنه يسهل على كل مقصر ومخل بعمله أن يلقي بالتهم جزافا على الغير لكي يبرر تقصيره محاولا التعمية على الحقائق. وقع الألماني توماس دول مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم في مأزق قبل مواجهة فريقه للاتحاد في لقاء الكلاسيكو المنتظر بعد غد الاثنين ضمن إطار دوري زين السعودي للمحترفين، وذلك بعد مغادرة مهاجم فريقه عيسى محياني الحصة التدريبية لفريقه اليوم متأثرا بإصابة العضلة الضامة. وينتظر دول نتيجة الفحوصات الطبية لمحياني غدا لتحديد مدى إمكانية مشاركته في لقاء الاتحاد من عدمها. وشهد تدريبات الهلال اليوم حضورا إداريا مكثفا تمثل في رئيس النادي الأمير عبد الرحمن بن مساعد ونائبه الأمير نواف بن سعد ومدير إدارة كرة القدم سامي الجابر بعد عودته من لندن إثر فراغه من دورته التدريبية. يدخل حارس فريق الاتحاد الأول لكرة القدم علي المزيدي فترة 6 أشهر بعد 18 يوما من الآن، في ظل عدم توصله مع إدارة ناديه إلى أي اتفاق حتى الآن من أجل تجديد عقده وإعلان بقائه في النادي. وكشفت مصادر مقربة من الطرفين لبرنامج كورة أن إدارة نادي الاتحاد قدمت للاعب عرضا للتجديد لمدة 3 سنوات مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 500,000 ريال، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب وسط تمسك الإدارة برأيها. وألمحت المصادر نفسها إلى أن ابتعاد المزيدي عن المشاركة مع الفريق الاتحادي من بعد مشاركته أمام النصر له علاقة برفضه للعرض المقدم من الإدارة.
اطمأن الكولومبي ماتورانا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم على جاهزية لاعبي فريقه المصابين محمد السهلاوي ومالك معاذ والكولومبي خوان بابلو بينو والذين شاركوا بفاعلية في تدريب اليوم. وينتظر أن يزج ماتورانا بالثنائي محمد السهلاوي وبينو كلاعبين أساسيين في خط المقدمة من بداية مواجهة الأنصار، على أن يحتفظ بمالك معاذ كورقة بديلة على مقاعد الاحتياط. جدد الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا مدرب الوصل الإماراتي هجومه على نظيره مدرب العين الروماني كوزمين أولاريو، متهما إياه بأنه يبحث عن الشهرة من خلال الآخرين بعد أن وصفه في وقت سابق بأنه غير مهذب. وقال مارادونا في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد انتهاء مباراة الوصل والنصر في الدوري الإماراتي أمس أن كوزمين يبحث عن الشهرة من خلال افتعاله المشاكل معه ومع الآخرين، وبين أن العين يتصدر الترتيب حاليا لأنه يملك لاعبين جيدين مثل الغاني أسام وجيان، ولولا امتلاكه مثل هؤلاء النجوم لكان العين قد طرده منذ زمن بعيد. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعين، اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيوفنا معنا في الاستوديو. محمد الغامدي مدير تحرير صحيفة عكاظ، مساء الخير محمد. مساء الخير تركي، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. ومعنا من جدة الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف بصحيفة الرياضية علي الزهراني، مساء الخير علي. مساء الخير تركي، مساء عليكم مساء على الزملاء والمشاهدين والمستمعين الأعزاء. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك حبيبي. وضيفنا الثالث، خلينا آخر واحد عشان هو المفاجأة، يعني سلطان العتيبي مدير برنامج أمنيتي، اللي أمس أنتم حركتوا تويتر البرنامج تسألون عن أمنيتي. برنامج أمنيتي اللي شفنا أمس كان دورهم الكبير في تحقيق أمنية الأطفال المرضى، وكان لهم دور مؤثر وترك ردود فعل واسعة داخل المملكة وخارج المملكة من خلال ما جانا على تويتر البرنامج، وكنت تبغى تاخذوا تفاصيل الموضوع. جبنا اليوم صاحب الفكره، مساء الخير سلطان. مساء النور، الله يحييك، سعيدين بوجودك معنا. الله يجزاك خير. شكرا يا اخوي تركي. قبل ما اتكلم معك خلينا نشوف الاخوان محمد وعلي كيف شفتوا فكره امنيتي. اولا تركي احب في البدايه هنيك على حصولك على جائزه التميز الاعلام الرياضي، لا شك انها جائزه تمثل احدى أعمال التميز الرياضي. دورك كان متميز حقيقة، قدمت عمل رياضي متميز في الجوانب الاحترافية في العمل، كنت على مسافة واحدة مع جميع الأندية بموضوعية وحيادية، أهنيك نيابة عن الإعلام الرياضي. شكرا. فيما يخص حقيقة برنامج، سكت لك دمك تمدحني بس كت ما قال شيء، بس بقول شيء محمد تستحق في هالموضوع والله العظيم. يعني أنا شاكر لكل المشاعر اللطيفة اللي جاتنا واللي حسستنا بالمحبة من كل الزملاء سواء على الهاتف ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، بس بقول كلمة، برنامج كورة مو ترك العجمة، هذا الموضوع لازم يعني الجميع يفهمه. برنامج كورة هو فريق الإعداد اللي يخلي أي واحد يقعد على هالمقعد يطلع مرتاح ومبسوط ويقدم ويتفرغ فقط لتقديم البرنامج. برنامج كرة هو الضيوف المميزين اللي دائما يثرون البرنامج بآرائهم بذوقهم وبحرية التعبير عن كثير من المواضيع في حدود الأدب وإطار الخليل، لأنه عمر الصراحة ما تكون، يعني احنا دائما نقول الصراحه والبجاحه بينهم شعره، اذا ما تمسكها ممكن تروح في في بعيد عن الصراحه. نعتز بكل الضيوف اللي طلعوا في هالبرنامج اللي هم كانوا سبب في نجاحات للبرنامج مستمره، الضيوف وفريق الاعداد. خلينا نتكلم عن زملاء في امنيتي عشان ما ناخذ الموضوع الحين. انا امس حقيقه الدقائق اللي شاهدتها يعني كانت مبهره جدا، لانها اوجدت الكثير من الطموح لدى الشباب والشابات السعوديات في هالبرنامج الجميل. انا اهني الاخ سلطان وفريق العمل اللي معه، كان بصراحه لقطات مؤثره يعني امتزجت فيها اعمال الخير بالرياضه، وهذا هو المطلوب، فتحيه للاخ سلطان ومن معه. ناخذ تعليق علي الزهراني كمان. الصراحه تركي يمكن نكون مجاملين او مداهنين في بعض، حينما الواحد يسعى الى تقديم يعني الوجه المشرق للناجحين والمبدعين والمتميزين. حقيقه يعني انا ارى الجائزه منصفه، نتاج عمل، نتاج يعني جهد دؤوب من قبلك كمذيع، قدمت الاحترافية ومزجتها في إطار يعني مهني عالي الجودة. شكرا. أضف إلى ذلك أيضا عدم يعني
تخصيص هذا الأمر لجانب محدد؟ أنت دائما ضمن منظومة عمل أو فريق مشترك من إعداد من 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 يعني فريق عمل متكامل، أعتقد أنه جائزة منصفة. والجميل في الموضوع أنه لو أنه هالبرنامج في قناة رياضية متخصصة يمكن نقول أنه الجائزة فيها نوع من المحبة، لكن حينما تظهر عبر برنامج يعني قناة روتانا خليجية كبرنامج رياضي مستقل وتقدم المهنية العالية في إظهار الوجه المشرق للإعلام المتمكن الذي ينصف الجميع بعيدا عن الانتماء والعواطف الجياشة، أعتقد أنه جائزة مستحقة، بل هي أقل بكثير مما تستحق تركي كمذيع وأيضا كبرنامج وكفريق عمل متكامل. أنا دائما أقاطع، بس قلت لك اللي بيمدحني اليوم ما قال له شيء، بخليه يسولف زي ما هي فيه. خلنا نتكلم عن سلطان علي وعن الشباب في أمنيتي. بصراحة يعني قدموا شيء جديد فيما أعرف أنا، أنه جديد أنا ما شفته قبل كذا. شوف دائما وراء كل عمل جميل هناك ناس مبدعين يعملون من خلف الكواليس بصراحة، ولكن يعني زي ما قلت لك هذا العمل المتميز يعني الذي يعني أفرز عبر برنامج كرة، أعتقد أنه نقطة من بحر الإبداع. يعني إذا أنصفت شخص ربما أيضا تجهل عن أسماء أخرى بذلت الجهود ولم تظهر في على سطح الحدث، لكن في المجمل العام أنا أعتقد أنه ما وصل إليه البرنامج، ما وصلت إليه هذه الجائزة، يعني أعتقد أنه حق منصف لعمل مثمر ومنتج من الجميع. طيب سلطان، أنا حبيتك تسمع هالكلام على الهواء وتسمع مباشرة، لأنه هذا الكلام اللي وصلنا أمس من كل الناس، ناس تتحدث عن أمنيتي، أنتوا مين ومن وين جت الفكرة وش هدفكم وكم واحد وش توجهاتكم، كل هالأسئلة أحطها قدامك، ابدأ أنت بالطريقة اللي تعجبك. أول شيء قلنا أنتوا مين. أول شيء نشكرك صراحة لأنه أنت اللي طلعت برنامج أمنيتي، بدون الأخ تركي وبرنامج كورة كان ما طلع البرنامج. تستاهلون كل خير. الله يجزاك خير. إحنا موجودين من سنة تقريبا بدينا، الفكرة أتت من 3 سنوات إنه هل للأطفال اللي نشوفهم في المستشفيات، مع صديق وأخ وائل العمري يعمل في إحدى المستشفيات، فسألته إيش رأيك في الفكرة، فهو اللي شجعني كمان على عمل المشروع. الفكرة بدأت منك واخذت فيها رأي وائل زميلك. نعم. العمري اللي في مستشفى الملك فيصل. نعم. نعم نعم. طيب وبعدين بدينا من هناك انه خلنا نبتدي في مستشفى التخصص، لانه الاخ وائل شغال في المستشفى. فرحنا الاخوان في المستشفى ورحنا المركز الملك فهد الاورام وشفنا بعض الحالات اللي تحتاج الى علاج متقدم، هذا اللي احنا ناخذها. البرنامج هو عبارة عن برنامج يأخذ الأطفال من 3 سنوات إلى 18 سنة، نسألهم عن إيش أمانيهم في الحالات العلاج المتقدم، يبلغون إيش الأماني، نأخذ 3 أماني طبعا. 3 أماني. نعم، لأنه ممكن الأمنية الأولى الطبيب المعالج يرفض أنه يحقق للأمنية. مثل إيش مثلا؟ أنه يطلع خارج المستشفى على سبيل المثال. أنتوا تراعون في تحقيق الأمنيات الحالة الطبية بموافقة الطبيب المشرف على العلاج، ولا بد أن يوافق الطبيب المشرف والطبيب اللي مشرف على القسم غير الطبيب المعالج. طيب اسمح لي بس أقاطعك، أنه هذا الموقع حقكم أمنيتي.org. نعم. طيب الطبيب المعالج المريض مهم جدا أنه يشرك في الموضوع. طبعا هذا بعد موافقته، حنا ندخل ونأخذ الموافقة بعدها أنه هذه الأماني، أي واحدة من الأماني نأخذ أول أمنية يبغاها الطفل، بعدين نأخذ الأمنية الثانية إذا ما نفع، ومعنا إلى أمنية الثالثة. أوكي. بعض الحالات مثل يبغى يكون رجل إطفاء ما تقدر تأخذه إلى خارج المستشفى وتلبس رجل إطفاء ويطلع بسيارة الإطفاء على هذا سبيل المثال. فحنا نسأل دائما الطبيب المعالج على حالة الطفل، تسمح سوينا زي ما سوينا مع الأخ محمد، سوينا مع الأخ ثامر. إيش أغرب طلب طلب منكم أو أغرب أمنية جاتكم من طفل؟ والله صعب، كان جاني في جدة صراحة، وكنت أتكلم مع طبيب معالج في مستشفى إحدى المستشفيات في جدة، كان عمرها 17 سنة، الأمنية إنه تقدروا تعالجوني ولا لا، يعني صراحة كانت
ما قدرنا نسوي شيء. هذه الأمنية الوحيدة اللي احنا ما نقدر نسوي فيها شيء، نقول هذا بيد رب العالمين. صحيح. الأماني الدنيوية بيدنا إن شاء الله نقدر نسويها مهما كانت الأمنية، كانت صغيرة من كورة أو بلاي ستيشن إلى سيارة حتى. حاولوا تحقيقها. نحاول تحقيقها لأنه عندنا قاعدة بيانات للمتطوعين في تقديم الهدايا. إيش الهدف من هالموضوع؟ يعني أنتم إيش تهدفون؟ الرفع المعنوية، من الرفع معنوية الطفل لتساعده على تقبل العلاج. يبين هالموضوع سلطان. وصارت عندنا إحدى الحالات في حالة اسمها زينب، مريضة عمرها 13 سنة وكانت حالة متقدمة في العلاج وكانت أمنيتها أنها تتعلم الرسم. تتعلم الرسم. وجبنا ثنتين أخوات علموها الرسم بعد تقريبا 3 أسابيع. رسم علموها رسم؟ نعم. أيوة. وبدت ترسم حدود 28 لوحة. الرسمة 28 سوينا لها جاليري رسم، معرض، معرض رسم باسمها الفنانة زينب. وقصة كم عمرها زينب؟ 13 سنة. وسويتوا لها معرض خاص من رسمها هي؟ من رسمها هي. في بعد تدريب؟ بعد تدريب نعم. ومن اللي دربها؟ محترفات رسم؟ محترفات متطوعات. هنا يجي دور المتطوعين اللي يبغوا يدخلوا في البرنامج انه يتطوع، يكون عنده شيء معين زي مصور زي رسام. وقدموا الخدمة مجانا؟ كلها مجانا، ما في أحد يأخذ مقابل أي شيء صراحة. فسبحان الله زينب بعد الحالة في شهر نحن نتابع الحالات، سألنا الطبيب المعالج قال تستغربون أن حالتها بدأت تستجيب إلى العلاج ويا رب لك الحمد حالتها الآن مستقرة. وسويتوا لها معرض خاص؟ سوينا لها معرض. جبت لنا صور، ليش الشباب بس يعرضون الصور الخاصه بزينب؟ بزينب نعم. طيب ومن غيرها من الاطفال كم حاله نفذتوا حتى الان؟ سوينا 5 حالات تقريبا وعندنا 3 حالات جايه. هذه الصور الان اللي موجوده، هذه لمين؟ هذا نوار الطفل. هذا كنت تكلمنا عنه في البرنامج الموسم الماضي. نعم، اللي كان يتمنى انه يسوي فريق قدم وسوينا له فريق كوره باسمه. وجبنا أطفال من عندنا وسميناهم فريق أمنيتي ودوري أمنيتي وخليناهم يلعبوا ولعب لفترة بسيطة وسجل هدف وفاز الفريق وعطينا كاس وعليه الشعار والميداليات الذهبية للفريق والميداليات البرونزية والفضية كانت للفريق المشارك. بس طبعا ما حلف الحظ، بعدها في شهر الله يغفر له ويرحمه رحمة الله يتوفى ويصبرها لها إن شاء الله. وهذه زينب؟ هذه زينب يوم ما بدينا قص الشريط واللي موجودين معاهم هم الأطباء المعالجين؟ طب هذا مدير القسم لل مركز الأورام السرطان في مستشفى ملك فهد. تعامل معكم بشكل رسمي إنه نحضر ونتعامل معك صراحة في الموضوع هذا؟ أي أحد تطلب إنه يجي على المكان اللي فيه الحفلة حقة الطفل لا أحد يتردد صدقا. يعني ما أتذكر إنه قلنا لأحد إنه عندنا الشغلة الفلانية نتمنى تكون موجود. كان الطبيب المعالج ولا رئيس القسم أنا كان موجود في عند زينب رئيس القسم حق والطبيب المعالج وصار افتتاح رسمي. كانوا في اي بي وجاي افتتاح وقصت الشريط. هي لا تعلم ايش كان حيصير، هي ما تعرف انها هي تعلمت الرسم بس تعلمت الرسم ونزلت لا تعلم. يحسبوها نزلين في غرفة الألعاب في داخل المستشفى، فيوم ما نزلت قصت الشريط وفي اللوحات المعلقة على الحائط كانت لها كلها. طيب انتم من وين تجيكم الفلوس؟ الفلوس حنا يوم يجينا طفل يحتاج إلى هدية معينة أو أمنية معينة بغض النظر إيش هي، كان يبغى يسافر خارج المملكة، يبي يروح عمرة، أمنيته يروح دولة معينة مع مرافق، نرتب هذه كل الأمور، نكلم الجهات المتبرع اللي عندنا في قاعدة البيانات، هو يأمنها ويرسلها إلى حنا. برنامج لا نقبل التبرعات النقدية ولا ما تاخذ فلوس نهائيا ولا يعني انا الحين معي مثلا لا سمح الله يعني لا سمح الله معي 100,000 ما يصير يعني بس وجيت اعطيتك ما تقبل؟ ما نقبلها. جونا ناس كثير وقال انه عندنا المبلغ خلوه عندكم، اعتذرنا صراحه لانه احنا همنا انه نحقق. ليش ما تاخذ فلوس؟ احنا نبغى نحقق الامنيه، ما نبغى نقعد نبلش نجمع بعد فتره يلاقي عندي 10 مليون ريال ابلش فيها مين يحرسها وايش نسوي فيها. لا خليني أنت تبي تبرع الأمنية حقة الطفل الشغلة الفلانية
نرجو أنك أنت تحققها. طيب كيف تسلموها له؟ يعني خلينا نفترض أنه محمد قدم تبرع مثلا جهاز بلاي ستيشن لطفل طلب أمنية أن يكون عنده بلاي ستيشن، أن نأخذ الهدية يوصلها لنا أو نأخذها منه حنا نرسلها إلى المكان نعمل حفل لتسليم الأمنية هي، وليست أنه نأخذ الهدية نحطها في الغرفة ونمشي. ما لازم فيها. حفلة لازم حفلة، هذه حنا نتكفل فيها إحنا والأعضاء. ليش الحفلة؟ طيب إيش الهدف من الحفلة؟ يعني رفع معنويات، يعني الحين ممكن يصير زي وجبة الغداء يوم يكون في المستشفى واحد يحط له الطاولة الأكل على 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 في الغرفة، وحنا ممكن كنا نسوي نفس الشيء نحط الهدية في الغرفة ونمشي، ولا ما لها قيمة صراحة. أنتوا تعتقدون إنه هذا نوع من أنواع الاهتمام والدعم المعنوي، إنه يشعر إنه في أكثر من واحد وقاعد يحتفل فيه؟ بالضبط، وسألنا بعض الأطباء هم قالوا رفع المعنوية للطفل هذه من التجاوب للعلاج. طيب من الجهات الرسمية اللي معكم؟ ما معانا ولا جهة رسمية. خاطبتوا جهات رسمية؟ ذهبت بنفسي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. ممتاز. على أساس قلت خلينا نأخذ نكون لنا تصريح. نعم. لقيت إن الأمور شيء لا يصدق صراحة تركي. يعني الشروط المطلوبة، إحنا برنامج يقول إنه ما نبغى نقبل تبرعات مادية، يقول لي ما عندنا، عندنا جمعيات تعاونية لازم تقبل التبرعات. يا أخي أنا اهتمامي أهم إني أنا أمن. أنت ما تبغى فلوس؟ ما أبغى فلوس. هم يقولون خذ فلوس. يقول النظام يسمح لك لما تأخذ فلوس. فما أبغى فلوس. بعدين قررت قلت أقول خلينا نشتغل إحنا مع الأعضاء اللي معايا. طالما بناخذ فلوس ما حد له شيء عندنا. إحنا كلنا متبرعين بالوقت، والأخوان اللي يتبرعوا في الهدايا لتحقيق أمان الأطفال جزاهم الله خير. هذا اللي إحنا موجودين. كم واحد أنتم سلطان؟ إحنا سبعة. سبعة. سلطان العتيبي، وائل العمري، ريم حواري، سحر مدخلي، إيمان مقداد، بدور الهندوم، نوال الرشيد، هذول الرئيسيين اللي في البرنامج. هذول الأعضاء الرئيسيين. الأعضاء الرئيسيين. إحنا عندنا متطوعين كثير جدا. في حالات معينة زي بعض المصورين، الأخ عبد الله البداح طالب هو وزملائه هواية تصوير، فقال نرجو أي وقت تبغونا كلمونا إحنا نيجي نصور ونعطيكم الصور. في كثير ناس تطلب بصراحة انه تلتقي بجانب رياضي او تبغى احد من الرياضيين، تبغى احد من اللاعبين من النجوم، في امنيات زي كذا كثير. احنا عندنا امنيه الاسبوع القادم وحنيجي مين الحين نقولها على الهواء على طول، خليه يسمع. عارف ايش امنيته؟ هو يشجع نادي الهلال. ايه؟ بس قال انا ابغى اقابل احب اللعيبه القدامى وليست اللعيبه من اللعيبه القدامى. خليه يقول اسم يمكن يسمعنا الحين ويجي يلبي لكم الدعوه ويساعدنا. بلغك بالاسماء لانه ما اعطاني الاسماء صراحه، بس قال ابغى اللعيبه القدامى، فانا ان شاء الله اذا حصلت عليها اليومين هذه اتصل عليك واعطيك اياها. واحنا نقولها على الهواء على طول. وعندنا برضه أمنية ثانية، يبغى يروح لنادي الاتحاد، يزور نادي الاتحاد. هو في الرياض ولا في جدة؟ هو في الرياض. طيب الأخوان في نادي الاتحاد أنا متأكد لا يمكن يقولون لا، أنا متأكد أنهم حيوافقون ويسمعون الآن وراح يلبون هالدعوة وهالأمنية لهالطفل أنه يروح لجدة يحضر تمرين من تمارين نادي الاتحاد. سلطان أترك لك الدقيقتين القادمة تقول فيهم اللي تبغى. كاميرتك هنا أمامك، واللي عندك تبغى تقوله قوله. أول شيء أشكرك على إتاحة الفرصة لأنه نوري الناس إيش أمنيتي، برنامج أمنيتي، والحمد لله ما قصرت. ونشكر الدكتور حافظ المدرج على ما قاله أمس والدعم اللي طرحه لنا. أنا صحيح استاهل الدكتور. والأخ عبد الكريم الجاسر في نادي الهلال، وياسر الطلاسي، والكابتن محمد الشلهوب، ولاعبين الهلال كلهم صراحة. يوم أرسلنا محمد الدعم اللي سووه والاستقبال اللي سووه ما قصروا صراحة، والكابتن عبد عطيف برضو نفس الشيء، وهذا وليس غريب على نوادينا ولاعبينا صراحة. صحيح. المعاملة اللي تمت معاملة فيها محمد في نادي الهلال بحسب وصف الزملاء يقولون تعاملوا معه وكأنه أحد أبرز الشخصيات اللي تزور نادي الهلال، احتفاء فيه بشكل جدا كبير. حتى عبد عطيف والله العظيم حضر قبل الموعد بساعة. صحيح. يعني جرت العادة أنه بعض النجوم ولا بعض الشخصيات يدوب يجي على الموعد. عبد عطيف حضر ومبكر وحضر قبل المناسبة وجلس وتعامل معنا بكل لطف. شكرا لكل اللي سمعونا. سلطان احنا جدا فخورين فيكم، احنا جدا نعتز بهالفكر اللي موجود عندك وباللي معاك. نتمنى من الأخوان في وزارة الشؤون الاجتماعية أنهم يتعاملوا معاكم بطريقة تسهم في تواجدكم بشكل أكبر. أتمنى لكم التوفيق،
وكل الوسط الرياضي سعيد باللي صار أمس، نفخر بكل واحد موجود في أمنيتي. شكرا جزيلا سلطان. محمد إذا عندك تعليق. يعني أنا فخور بهالعمل بصراحة من هالكوادر الوطنية اللي بصراحة قدمت عمل متميز. نحن نعاني من جمعيات تطوعية للأسف قليلة أو نادرة في المملكة، يمكن لا تعد على أصابع اليد الواحدة. لابد من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتبنى مثل هذه الأفكار، حتى لو خلقت بعض الأنظمة التي توازي مثل هذا العمل. شكرا سلطان، شكرا للجميع، في هذا عمل بصراحة يستحق التقدير. شكرا لكم جميعا. أستاذ تركي، كيف لو بغينا نتطوع، ما هي الخطوات؟ وهل نستطيع زيارة الأطفال كزيارة عادية لنرسم البسمة عليهم؟ يعني وش أقول لك، الهلال يتبرع بدخل مباراة الرياض والاتحاد لصالح الجمعيات الخيرية لمرضى الزهايمر، الله يجزاهم خير. هذه أخبار قاعدة تجينا على تويتر، ناس كثير في بندر يسأل يقول وين مركزكم؟ أنتوا عندكم بس موقع التواصل، موقعكم الخاص. موقع التواصل ونستخدم مكتبي الخاص. كثير كثير الفيصل عبد الله يقول أتمنى لك التوفيق سلطان، أنت والزملاء اللي معاك، أما أمنيتي فهم عظماء بعملهم والله يجزاهم خير. يعني ما أبغى أقول لك كم عدد الناس اللي تتصل تستهلون هالمحبة، وناس كثير حابة تتواصل معاكم. علي تعليق قبل ما نودع الأستاذ سلطان؟ يعني تحية يعني بالعكس من مثل السلطان وهالفريق اللي يشتغل معه، نرفع لهم العقال احتراما وتقدير الجهد اللي يبذلونه. والعمل في الأول والأخير هو عمل إنساني بصراحة، يعني لا يغفل هذا الجهد. يجب على الإعلام أيضا، الإعلام المقروء، الإعلام المرئي، أن يركز على مثل هذه الجوانب، وأيضا الشخصيات الاعتبارية، الأندية الكبيرة، يعني كل شخوص العمل في المجال الرياضي أو في حتى في مجالات أخرى يجب أن يقفوا مع مثل هذا الفريق الجيد الذي يقدم عمل إنساني يشكرون عليه صراحة. شكرا للسلطان وشكرا للجميع، كل من اشتغل معك وكل من بادر في تقديم مثل هذه الأعمال الخيرة والإنسانية تستحق الدعم والتشجيع من جميع الأطراف، سواء المسؤولة أو حتى من المواطنين العاديين، سواء الرياضيين أو غير الرياضيين. صحيح سلطان، اللي برا مدينة الرياض وحابين يكونوا متعاونين في مجال عندنا في إن شاء الله في جدة، وحيكون في الشرقية، بس الآن لأنه الرياض مساحتها كبيرة لنغطي المستشفيات اللي موجودة داخل الرياض، وحنطلق إن شاء الله عن قريب في جدة وفي الشرقية. شكرا لك سلطان، شكرا لكل الأعضاء اللي موجودين معك، نتمنى لكم التوفيق. الاتحاد والهلال، خلينا نروح الحين من الرياض والجو المشرق ندخل في صراعات الرياضة والكلاسيكو المنتظر بين الهلال والاتحاد. التقرير التالي يتحدث عن مباراة الهلال والاتحاد. نودع سلطان ونرجع نواصل الحديث. نشكركم كلكم على اللقاء الطيب، نشكر الجميع. شكرا لك سلطان. التقرير التالي يتحدث عن مباراة الهلال والاتحاد، ثم نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. لن تكون مباراة الهلال والاتحاد مساء الاثنين المقبل في الرياض مجرد لقاء دوري بين الفريقين، بل أكثر من ذلك بكثير. فتحقيق الفوز في كلاسيكو الكرة السعودية سيحمل أبعادا مضاعفة للفريق الفائز، فيما قد يصبح القشة التي تنذر بغربلة واسعة في صفوف الفريق الخاسر. يدخل الفريقان اللقاء بذكرى المباراة الأخيرة التي جمعتهما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تحمل ذكرى طيبة جدا للفريق الاتحادي الذي أنهى لقاء الرياض بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يتعادل في لقاء الإياب بهدف لمثله ليتأهل بعد ذلك للمباراة النهائية. على الصعيد الآسيوي أيضا، فإن آخر لقاءات الفريقين لا يحمل تاريخا محببا بالنسبة لأنصار الفريق الأزرق، الذي مني بخسارة كلفته خروجا متكررا من دور أبطال آسيا على يد الغريم التقليدي الاتحاد. آخر مواجهات الفريقين تقف بجانب العميد الاتحادي، فيما الأرقام الحالية تميل بوضوح لصالح الزعيم الهلالي. فهل تدور عجلة الزمن من جديد، أم تفرض لغة الأرقام نفسها ليلة الاثنين؟ لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. طيب هنروح الفاصل، بعد الفاصل نعود للحديث عن مباراة الهلال والاتحاد.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تبع محمد الغامدي وعلي زهراني هم ضيفا الحلقة. محمد، نبدأ الحديث. مباراة الهلال والاتحاد تأتي على أعقاب خلينا نقول الأرقام اللي تقف مع الهلال والنتيجة الأخيرة اللي تقف مع الاتحاد على في مباراة الآسيوية، وأصلا مباراة الهلال والاتحاد من غير شيء هي أجواءها كلها صخب رياضي جميل. يعني الهلال يمر بظروف يمكن صعبة من ناحية المدرب دول، لأنه الكثير من النقاد والمتابعين والجماهير عدا رئيس الهلال يمكن هو الوحيد المدافع الآن على المدرب ويرى استمراره، لكن مباراة الاتحاد أنا برأيي أنها قد تكون هي المسمار الأخير للمدرب إذا لم يحرز الفوز في هالمباراة. عكس الاتحاد قد يكون له عذر المدرب القادم كيك بحكم أنه لم يمر على تواجده إلا عدة أيام، فبالتالي له العذر حتى لو خسر، لأنه سيوجد تبريرات معينة ممكن أن تقنع الشارع الرياضي الاتحادي في هالمباراة. بشكل عام طبعا مباراة صعبة للفريقين، الاتحاد فوزه يعيده إلى المنافسة بشكل كبير المراكز الثلاثة الأولى، الهلال أيضا فوزه يؤهله إلى التقدم ويكون يمكن هو بطل دوري الشتاء. أنا أتوقع أن المباراة قد تكون صعبة للفريقين. الهلال منذ فترة طويلة يمكن من عام 2008 لم يحرز فوزا على الاتحاد، وهذه يمكن حدود 6 إلى 8 مباريات لم يحرز فوز على الاتحاد في المباريات سواء الإقليمية أو عفوا القارية أو المحلية. اللي كان فاز فيها الهلال على الاتحاد 5 هذه قبل، لكن خلال الفترة الخمس سنوات الأخيرة أنا أتوقع في عهد إدارة الأمير عبد الرحمن بمساعد بس أنا أتوقع خلال 8 مباريات الأخيرة اللي يلعبها الاتحاد، بس في الخمس سنوات 6 سنوات كنا نسمع لا هو يمكن الآخر 8 مباريات لعبها آخر 8 مباريات نعم لم يحرز الفوز الهلال على إما تعادل أو فوز الاتحاد. بشكل عام مباراة أيضا إذا كانت مؤثرة الجمهور الاتحاد قد يعني تعلن فيها الإدارة الاتحادية انتقال محمد نور إلى فريق خارجي، لأنه لا زالت الأخبار تؤكد أن محمد نور قد يتجه إلى أحد الأندية الخليجية. عموما المباراة صعبة، ودليل صعوبتها إحضار أحد أبرز الحكام المجري الذي سيدير المباراة والذي أدار مباراة نهائية كأس أوروبا. أتوقع أن تنتهي المباراة يعني بإثارة كبيرة، ومن توقعاتي أنها لن تخرج من فوز لأحد الفريقين. علي، تركي دائما ما تأخذنا مباراة الاتحاد والهلال إلى المتعة الحقيقية في عالم كرة القدم. صحيح. يعني على اعتبار أنه طبعا الهلال والاتحاد خلال السنوات الماضية هما الأبرز من حيث تحقيق البطولات ومن حيث أيضا السجل النتائجي وأيضا من حيث سجل المستويات الفنية المدونة على الأرض. طبعا هذا اللقاء ربما يكون مختلف تماما عن مراحل سابقة، فالهلال طبعا الباحث عن العودة أو المزاحمة على ترتيب على المركز الأول يحاول جاهدا استغلال عاملي الأرض والجمهور والتأكيد على أنه لديه القدرة الجماعية والفنية والمعنوية والجماهيرية على أن يكون بطل المسابقة والسعي إلى الحفاظ عليها. في مقابل ذلك لا نغفل أيضا القوة القادمة أو جموح الاتحاد الكبير جدا، يعني في خضم الأيام والأسابيع الماضية شهدت أروقة الاتحاد العديد من المتغيرات سواء على صعيد الاستقالات الإدارية أو على صعيد أيضا الجوانب الفنية المتعلقة بالتعاقد مع سلوفاني كيك وإلغاء عقد المدرب السابق وأيضا المرحلة الوقتية التي مر فيها الاتحاد مع الوطني عبد الله غراب. يمكن هناك لغة تحدي ربما تبسط نفوذها على اللقاء تركي بحكم أنه يعني على الصعيد القاري استطاع الاتحاد أن يخرج الهلال، أيضا آخر مواجهتين في كأس خادم الحرمين الشريفين انتهت واحدة بثلاثة أهداف للاتحاد والثانية في جدة بالتعادل 1-1. أيضا هي رغبة يعني تعطي للهلاليين رغبة كبيرة ومختلفة ومغايرة عن السابق، لعل وعسى أن تكون مباراة الكلاسيكو مساء الاثنين هي فرصة تصحيح أولا لعودة التوازن في العلاقات بين الفريقين الاتحاد والهلال،
وثانيا كتأكيد يمكن ربما الكثير من شرائح الوسط الرياضي غير مقتنعين بالمدرب الألماني توماس دول، باستثناء طبعا زي ما تفضل الأخ محمد الجانب الإداري المتمثل في رئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن مساعد، وإن كنت أرى أن هذه المباراة من حيث المحصلة النتائجية هي التي ستحدد إلى أين يتجه الهلال مع هذا المدرب. إن استطاع أن يقدم المستوى المأمول ويستطيع أن يفوز على الاتحاد على أرضه، واستطاع أيضا أن يستمر في حصد النقاط، فأعتقد أنها فرصة سالحة للهلال للحفاظ على اللقب. ولكن في تصوري أنه أي نتيجة سالبة سوف تساهم في اتخاذ القرار الذي ربما يتفق عليه الجميع، وهو البحث عن مدرب بديل عن المدرب توماس دول. باختصار شديد، لقاء من العيار الثقيل، لقاء منتظر، تقرير البرنامج يمكن كفة ووفة. أعتقد الكل يعني ليس الهلاليين والاتحاديين وإنما كافة الرياضيين في انتظار هذه المنازلة المرتقبة. طيب، الفيصلي والأهلي مباراة الغد في التقرير التالي. لن يكون الأهلي ضيفا خفيفا حين يحط رحاله في المجمعة مساء الغد لخوض لقائه الدوري ضد مضيفه الفيصلي، مواجهة مؤجلة ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري زين السعودي للمحترفين، يدرك فيها أصحاب الضيافة قوة الضيف الأهلاوي الذي يحتل المركز الرابع ب27 نقطة، والخارج من مواجهة قوية أمام الشباب في الرياض ضاعت نقاط الفوز فيها في رمق المباراة الأخير. الفيصلاويون يخوضون اللقاء وهم في المركز 11 ب11 نقطة، والابتعاد عن مراكز الخطر هو أحد الأهداف الاستراتيجية لمدرب الفريق الكرواتي زلاتكو داليتش، خصوصا وهو الخارج مع فريقه من خسارة أمام الفتح في الجولة الماضية بهدفين لهدف واحد. وائل عيان وداريو جيريتك مع بدر الخراشي أسماء تبرز بوضوح في خارطة عنابس دير في اللقاء القادم، فيما كاماتشو ومن أمامه الحسني والسفاح سيموس هي أسماء صنع الفارق في القلعة الأهلاوية. لقاء المجمعة مساء الأحد بين الهروب من مراكز الخطر وبين التشبث أكثر في مراكز المقدمة، فمن من الفريقين سيحقق أهدافه؟ لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. علي، الفيصلي والأهلي. التركي طبعا المقارنة ربما تكون ظالمة بين الأهلي والفيصلي قياسا بالمستوى الكبير اللي ظهر فيه الأهلي هذا الموسم، ولكن لا يلغي أيضا يعني قوة وقدرة فريق الفيصلي اللي طبعا كان الموسم الماضي مختلف تماما عما يقدمه في هذه الآونة. مباراة طبعا منتظرة في تصوري الشخصي أن تعتبر المنعطف المهم للفريق الأهلاوي الباحث هذه المرة عن أن يكون أحد فرسان دوري زين، إن لم يكن الباحث الحقيقي للفوز باللقب بعد سنوات كبيرة جدا من الغياب. الأهلي طبعا تركي في المركز الرابع يحاول جاهدا أن ينهي الدور الأول بفوز وبثلاث نقاط، يعني حتى يصل حاجز 30 نقطة، ومن ثم يفتتح مباريات الدور الثاني بمستويات ونتائج جيدة، لا سيما وأن لديه لقاء مرتقب أيضا في مستهل بداية الدور الثاني أمام الفيصلي في أرض أمام الأنصار في جدة، وبالتالي أعتقد أنه المهمة مهمة صعبة للفريق الأهلاوي، على عكس أيضا فريق الفيصلي يحاول وهو صاحب المركز 11 أن يعيد بعضا من التوازن لمستوياته ونتائجه التي تتوازى مع ما قدم الموسم الماضي. الأهلي والفيصلي محمد. الأهلي طبعا هذا الموسم يعني تغير جلده كثيرا وظهر بثوب رائع حقيقة، يمكن من أفضل الفرق اللي نجحت في استقطاب اللاعبين غير السعوديين، بدليل أن الرباعي الأجنبي كان له دور مؤثر في تسجيل الأهداف. يعني إذا قسنا أنه 22 هدف سجلها الأهلي، كانت 19 هدف من اللاعبين الأجانب، فيكتور 12 هدف، عماد الحوسني 4 أهداف، كوماتشو 3 أهداف. أنا أول مرة أنتبه لها الرقم. نعم. 22 هدف للأهلي، نعم، منهم 19 19 هدف من اللاعبين الأجانب، وهذا يعطيك مؤشر أنه النادي عرف يختار ويعرف احتياجاته. نعم.
الأهداف اللي سجلها اللاعبين. لا وغير كذا أكثر لاعب أيضا صنع الأهداف عماد الحوسني صنع 4 أهداف، كوماتشو صنع 4 أهداف، فيكتور هدف. إذا معناه منظومة اللاعبين الأجانب في الأهلي تعتبر هي أفضل اختيار أو هو الاختيار المثالي للأهلي في هذا الموسم على عكس المواسم السابقة. فقدرته التهديفية لدى فيكتور وعماد الحوسني، صناعة اللعب لدى كوماتشو، والمحور الدفاعي في اللاعب الكولومبي اللي يمكن بيخسروا الأهلي في مباراة الفيصلي بحكم الإصابة اللي يمكن حتستمر حدود شهر. الفيصلي هذا الموسم غير الموسم الماضي بصراحة، رغم تواجد مدربه اللي امتدحناه في الموسم الماضي، لكن بالصورة اللي يمكن لم تكن بالشيء اللي يفترض أن يكون فيها الموسم. ما أدري ليش، لكن ظروف معينة قد يكون اختيار بعض اللاعبين الأجانب مو بالصورة المطلوبة. لكن عموما يعني الأهلي هو الأكثر يعني تنظيما وأكثر قدرة على الفوز بحكم أن لديه لاعبين قادرين على التسجيل في أي لحظة. في أندية الواحد يتعاطف معها، صحيح. يعني زي الفيصلي، الاتفاق، الفتح، الأندية، النجران. نعم. الإمكانيات المادية معدومة، شبه معدومة، صحيح. ومع ذلك عندهم القدرة على التحرك والمنافسة والمقارعة وبتنظيم إداري كبير. أهلي والفيصلي مباراة أكيد راح تكون قوية وجميلة من الطرفين، يعني النصر أو الأنصار والنصر في التقرير التالي. يحل فريق النصر مساء الغد ضيفا ثقيلا على فريق الأنصار على استاد الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة في لقاء مؤجل من الجولة 7 من دوري زين السعودي للمحترفين. المستضيف فريق الأنصار متذيل الترتيب حقق العلامة الكاملة لاحتلال هذا المركز، 12 مباراة و12 خسارة. ولقاؤه مع النصر يوم الغد هو آخر لقاء له في الدوري الأول، فهل يكون هذا اللقاء أول مسار للتصحيح تجاه تحقيق النقاط، أو يكتب نهايته في الدوري الأول دون رصيد منها ويسلم النقاط 3 بسهولة كما فعل في الجولات الماضية؟ الضيف فريق النصر وبطريقته الفنية الجديدة مع المدير الفني الجديد الكولومبي ماتورانا استطاع تحقيق الفوز في أول قيادة فنية له مع الفريق أمام الفتح في منافسات كأس ولي العهد، ويسعى الكولومبي أن يحقق النتيجة الإيجابية في أول مباراة له في الدوري كما فعل في كأس ولي العهد. لقاء النقاط 3 بالنسبة للفريق الأصفر، ولكن هل يحدث الأنصار مفاجأة في نهاية الدور الأول من دوري زين السعودي للمحترفين؟ الأنصار والنصر محمد. طبعا الأنصار لو خسر المباراة الغد أو اليوم يعني بيحطم الرقم القياسي في الدور الأول بلا فوز أو تعادل، ويمكن هذه سابقة في الدوري السعودي. أنا ما أتذكر أن فريق لعب 12 مباراة متتالية أو وصل 13 مباراة متتالية ولم يكسب أي مباراة. فريق الأنصار يعني خسر المباريات الماضية لأنه لم ينجح في التخطيط للموسم هذا ولدوري الزين وقوته، يعني اللاعبين الأجانب خذلوه أو الاختيارات كانت غير صحيحة، المدرب لم يكن جيد، تعاقب 3 مدربين أثر عليه. أيضا النصر هذا الموسم فاجأ جماهيره بأنه مستواه لم يكن بالصورة اللي كان يطمح لها الجمهور النصراوي. أنا شاهدت من خلال مباراة الفتح مؤشرات إيجابية لبداية تصحيح الطريق أو تصحيح الوضع النصراوي. قد تكون الأيام 3 أو 4 ليست مقياس المدرب الكولومبي ماتورانا، ولكن هي مؤشرات توضح أن الفريق على عتبة الطريق الصحيح. الأنصار في أمل يسوي شيء قبل نهاية الموسم، يعني ممكن ينقذ شيء ولا خلاص؟ أنا في اعتقادي أنه هابط لا محالة للدرجة الأولى بحكم المباريات والكم الكبير اللي عليه من الأهداف. يعني الآن هو عليه يمكن أكثر من 26 أو 26 هدف، لا يملك إلا 6 أهداف، يعني الرصيد قليل، ومن الصعوبة بمكان أن يسجل 13 فوز في المباريات القادمة حتى ينقذ نفسه. طيب خلينا نشوف رأي علي في الأنصار والنصر. علي، أنا أعتقد أن مباراة مهمة جدا بالنسبة للفريق النصراوي. يعني لو أخذنا يا تركي
الفارق النقط الآن الحالي بين يعني متذيل الترتيب، عندك متذيل الترتيب يمكن من المركز العاشر حتى المركز الأخير، يعني باستثناء طبعا الأنصار، هناك طبعا 11 نقطة للقادسية، 11 نقطة للفيصلي، و11 نقطة أيضا للرائد، 9 للتعاون. النصر الآن يدخل هذه المواجهة أمام الأنصار ولديه من في رصيد النقطي 14 نقطة. في حالة ماذا يعني خسر النصر هذه المباراة، لو سمح الله، طبعا لا أتمنى، يعني النصر فريق كبير، أتمنى أن يعني تثمر هذه المتغيرات في استعادة الواجهة النصراوي المعروفة، لكن فيما إذا خسر هذه المباراة ربما تعيق كل هذه المتغيرات التي تحدث في النصر، لأنه بيكون هناك في منافسة شرسة مع التعاون والرائد والفيصلي والقادسية، وربما أيضا هذه يعني هذا الدروب اللي ربما يحدث للنصر في حالة خسارته من الأنصار ربما أيضا يعقد الأمور، لا سيما أن هناك مباريات في الدور الثاني صعبة وخارج أرض الفريق النصراوي، وفريق أيضا يمكن الآن دائرة المنافسة أصبحت تتسع لأكثر من فريق، يعني في السابق كانت المنافسة تتسع فقط أو تقتصر على فريقين الهلال والاتحاد، الآن الاتحاد، هلال، شباب، أهلي، هذه الفرق الأربعة وهذا الرباعي ربما أيضا يشكلون عبء كبير على الفريق النصراوي. واتفاق يا علي، اتفاق الفريق الأنصار أيضا اتفق مع علي، تسمعني ولا لا؟ نعم. والاتفاق، تفضل تركي، لا تنسى الاتفاق مع الأندية المتقدمة، والاتفاق بالتأكيد زعلون علينا الاتفاقيين، المشكلة تركي اليوم في 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 حلقة سابقة تحدثنا على الاتفاق وأخذنا ردة فعل يمكن قاسية من جماهير الاتفاق. الآن يمكن الاتفاق الآن فارس الدهنان قدم حضور مشرف جدا من حيث مستوياته ومن حيث نتائجه، ولا نلغيه من قائمة الكبار بكل تأكيد. صحيح. ولكن أرجع للمباراة الأنصار والنصر، أعتقد إنه المباراة صعبة على النصر ولن تكون سهلة. نعم فريق الأنصار حيدخل هذا اللقاء خالي المفاض من النقاط، ولكن أعتقد طيب. سيكون أمام تحدي لأنه يحرص على أن يخرج من الدور الأول على الأقل بنقطة تعادل. طيب عبد الله العنزي، الحارس اللي أنقذ النصر في مباراة الفتح، صد ضربات جزاء أو ضربات ترجيحية وسجل الهدف الحاسم، يعني تنفيذ أحسن، يعني أفضل أحسن من أفضل حتى من المهاجمين، هي تطلع الجملة، نفذها بطريقة يعني صراحة جميلة جدا، كان له تصريح في برنامج كرة مع محمد الشهراء. نتابع. كابتن عبد الله العزيزي، حارس نادي النصر، كابتن عبد الله، حسمت مباراة سابقة الفتح، صديت أكثر من ركلة ترجيحية وحسمتها، أبغى قصة آخر ضربة ترجيحية اللي حسمت فيها. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أبارك الجمهور النصراوي وإدارة نادي النصر، زملاء اللاعبين، أبارك لهم الفوز. طبعا ركلة الترجيح يعني بعد الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله ذي. بالنسبة لركلة الترجيح الأخيرة، يمكن أنت شفت بعد البلنتي الأخير اللي رديت، يمكن تقريبا أغلب العيال أنه قالوا أنت اللي تشوت. مثل مين؟ حسين، أنا شفت ياسر حسين. طبعا كان فيه حسين، في يمكن أغلب اللاعبين، بس ما يجي في بالي يعني أنه أذكر اللاعبين، يمكن أغلب اللاعبين أنه قالوا أنت اللي تشوت، فالحمد لله يعني توفقت فيها وسجلتها. كنت واثق أنت؟ والله كل شيء كان وقتها صراحة، وقتها كان الوضع صعب وآخر ركلة، وأول مرة يعني نحط بالموقف هذا، لكن الحمد لله أني توفقت فيها الحمد لله. طيب عبد الله، بالنسبة لمباراة الأنصار يوم الأحد، كيف تشوف المباراة؟ المدرب مترانا قال أنا ما أحب المفاجآت، المباريات هذه فيها مفاجآت. طبعا أنت عارف وضع فريق الأنصار الآن، يمكن ما عنده ولا نقطة الآن، فمن الطبيعي أنه بيبغى يعوض، لكن إن شاء الله أنه ما على حسابنا بإذن الله. عبد الله العنزي، كيف يشوف مستواه؟ كيف في المباراة الأخيرة الفتح، خطة الفريق ساعدت عبد الله بالظهور بشكل أفضل أو تحس إنه ما في فرق؟ طبعا لا، شيء طبيعي إنه صراحة العيال ما قصروا، يمكن تقريبا طول 90 دقيقة أو 120 دقيقة في مباراة الفتح، يعني كنت يعني مرتاح نفسيا في الباب، يعني ما في ذاك الخطورة، ما في ذاك الهجمات الخطيرة على الباب، ضربات ترجيح توفقت فيها، لكن يعني الفوز صراحة نحسب للفريق كامل، ما نسب الفوز لشخص معين، لأن ما قصروا طول 120 دقيقة، الله يعطيهم ألف عافية، نقول لهم ألف مبروك، وإن شاء الله في المباراة الجاية بإذن الله يكون المستوى أفضل وأفضل بإذن الله. طيب قبل ما نروح، يقول عبد المجيد العتيبي، أخوي تركي، نبه محمد الغامدي أنه تأكد من معلوماته زين، آخر ثمان مواجهات فاز
الهلال على الاتحاد وبخماسية، يقصد المباراة الخماسية كانت من ضمن الثمان مباريات. يعدل لك يعني. تقبل التعديل؟ بالعكس أشكره. تقبل التعديل؟ ليش لا؟ خلينا نشوف مباراة نجران والقادسية. في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لبطولة دوري زين السعودي للمحترفين، يلتقي مساء الغد فريقا نجران والقادسية على ملعب الأخدود بنجران. يطمح الفريق النجراني صاحب الأرض والجمهور للفوز لمواصلة مشواره الناجح خلال الأسابيع الأربع الماضية والوصول للنقطة الثالثة عشر التي وضعته في المركز الثامن. المعروف أن نجران كثيرا ما يبدع خلال المواجهات التي تقام على أرضه، ولعل مباراة الغد ستكون فرصة مواتية لأصحاب الضيافة لإضافة المزيد من النقاط في طريقهم نحو نسيان التفكير بشبح الهبوط. الفريق النجراني كسب آخر مواجهاته في الدوري أمام الأنصار بهدفين لهدف واحد. أما القادسية الطرف الآخر فيبدو أن مستوياته المتطورة في الفترة الأخيرة ستكون دافعاً للفريق لتقديم مستوى جيد يحرج به نجران، وقد يخطف القدساويون النقاط الثلاث واحتلال المركز الثامن عوضاً عن أصحاب الأرض، خصوصاً وهم يملكون 11 نقطة والفوز سيقودهم للنقطة الرابعة عشر. الفريق القدساوي كسب آخر مواجهة له أمام النصر بهدفين لهدف واحد، وقدم فيها أروع عروضه في هذا الموسم. علي، نجران والقادسية، بس نبغى نقول شيء إنه نجران الأمير مشعب عبد الله تبرع بخمسمائة ألف، حلت جزء كبير من المشاكل الحالية عندهم، كثير مبالغ ينتظرونها لكن حلت شيء من المشاكل وخلت اللاعبين يدخلون المعسكر. علي، أولا تركيا شاطرك الرأي، يعني بصراحة أمير منطقة نجران يشكر على الدعم العاجل اللي قدمه للخزينة إدارة نجران. فريق يعني قدم مستويات خلال الأسابيع الماضية يعني كان مثار الإعجاب حقيقة، يعني من خلال يعني شح مالي كبير وأيضا نتائج يعني ما تتوازى مع هذا الشح، ورغم ذلك استطاع نجران أن يتحدى واستطاع أيضا أن يقدم ذاته حتى في بطولة كأس ولي العهد. يعني آخر مباراة أمام التعاون كان فريق جيد، استطاع أن يكسب واستطاع أن يصل إلى دور الثمانية من المسابقة. مباراة مع القادسية لن تكون سهلة. فريق القادسية من الفرق الآن أعتقد يعني من الفرق المظلومة، فقياسا بالمستويات الفنية يعني نجد هناك نتائج يعني لا تليق بالمستوى العام للفريق. يعني فريق يعني قدم حضوره في أكثر من مباراة، ورغم ذلك سوء الطالع والحظ يعيق الفريق القدساوي كثيرا. أنا أعتقد أنها مباراة بتكون قوية، وطبعا نجران يمكن في المركز الثامن والقادسية في المركز العاشر، كل فريق يحاول أن يحسم يعني مركزه ويحاول أن يخرج من الدور الأول بثلاث نقاط في هذه المباراة حتى يستمر في المنطقة الدافئة، والابتعاد كثيرا عن المراكز المؤخرة والابتعاد عن شبح الهبوط. محمد، يعني الغريب النجران والقادسيين الفريقين يمكن فوزهم خارج أرضهم أكثر، يعني فازوا بمباريتين خارج أرضهم مقابل مباراة. أيضا العنصر الأجنبي جيد في الفريقين، يمكن 70% من أهداف الفريقين سجلها الأجانب، ويملك الفريق القادسية الهداف الحاج بوغش يمكن 8 أهداف. يمكن يفتقد نجران إلى المهاجم دوسان وهو لاعب بنيته قوية وإمكانياته جيدة جدا. مباراة يمكن بحكم أنها تقام على أرض نجران قد تميل الكفة، ولو أني أتوقع أن القادسية لن يرضى بهذا، لكن كأداء تكتيكي وتنظيمي أرى أن فريق نجران قدم هذا الموسم مستويات مبهرة. تركي، بس أرجع لتبرع الأمير مشعل بن عبد الله، يعني هذا يجعلنا نطرح سؤال كبير لأعضاء شرف نجران، رجال الأعمال في نجران، أين هم من الفريق؟ وهو الآن يقدم، وهذا كلام قاله مصلح مسلم بداية الموسم عندنا في المركز، وهو يقدم مستويات الآن أنا أعتبرها من أفضل المستويات اللي قدمها، والآن يعني ترتيبه أيضا جيد جدا، يعني هو ترتيب الثامن، فيعني الأمور كلها تسير في صالح الفريق، لابد من تضافر الجهود وأبناء منطقة نجران لدعم الفريق في هذا الوقت. خلينا نشوف بطاقة لمباريات الغد.
يستضيف فريق الفيصلي فريق الأهلي على استاد مدينة الأمير سلمان بن عبد العزيز الرياضية، فيما يحل القادسية ضيفا على فريق نجران باستاد ملعب الأخدود، وأخيرا يستضيف فريق الأنصار فريق النصر على استاد الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. طيب قبل ما نروح لفاصل، في ناس تسألنا عن لجنة الانضباط واللي صار في مباراة الشعلة والهلال. تواصلنا مع الأخوان في لجنة الانضباط، أحالونا للأستاذ أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم. سألنا الأستاذ أحمد صادق دياب، في إجراء راح يأخذ في هالموضوع أو أنه ما في إجراء؟ قال أنه كل شيء في هذا الموضوع يتوقف على نتائج لجنة المكونة من أمين روبن فيصل للتحقيق، لن ينظر في أي موضوع إلا بعد انتهاء نتائج لجنة التحقيق، بعدها راح يشوفون ايش اللي راح ايش راح تكون التوصيات في اي اتجاه. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا. محمد الغامدي وعلي الزهراني هم ضيفة الحلقة. بانوراما كرة إيطالية اللي المفروض تطلع معنا الجمعة وأجلناها لليوم، وزعل علينا أحمد الدخيل من موقع روما للأبد وزعلانين ومعليش حقكم علينا، آسفين. العرض الفقرة الأسبوعية بانوراما كرة إيطالية هي من أجمل الفقرات اللي يزودون فيها الزملاء في روما للأبد بمعلومات صراحة وافية وكافية عن كل أحداث الكرة الإيطالية. نتابع. وفقا لما جاء في صحيفة الكوريريو ديلو سبورت، فإن ماركو بوريلو لازال يثير اهتمام اليوفنتوس، وقد حدد روما قيمة بطاقة اللاعب بعشرة ملايين يورو في حال تعاقد اليوفي مع اللاعب بصيغة إعارة مع أحقية الشراء، وسبعة فاصل خمسة مليون يورو في حال بيع البطاقة بشكل مباشر. وهناك أيضا فكرة للتبادل بذهاب بوريلو لليوفي وقدوم كواليريلا إلى العاصمة، وفي حال لم يذهب بوريلو إلى اليوفي ستنظر إدارة روما إلى عرض مارسيليا الفرنسي الذي يطلب إعارة اللاعب مع حقية شراء بطاقته في نهاية الموسم. اليوفي لازال يضغط من أجل نابوليتانو ويستعد حاليا لبيع لوكا توني وأماوري ويكوينتا لخفض عدد المهاجمين ولتسهيل عملية قدوم بوريلو. بعد أن اتفقت إدارة الميلان مع الأرجنتيني مهاجم مانشستر سيتي كارلوس تيفيز على الانضمام بنظام الإعارة إلى صفوف فريقها، رفضت إدارة السيتي هذه الفكرة وطالبت الميلان بشراء بطاقة اللاعب كاملة، وهذا ما ترفضه إدارة الميلان بشكل تام. لذا اتجهت الخيارات لبدائل أخرى، أبرزها كما تداولته الأخبار في الأسابيع الماضية هو الأرجنتيني ماكسي لوبيز، حيث تم حسم الاتفاق ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي. وبعد هذه الأخبار خرجت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت بتقرير توضح فيه أن الميلان يرغب في اسم أكبر من ماكسي لوبيز لتعويض غياب أنطونيو كاسانو. ورأت الصحيفة الصادرة من ميلانو أن إدارة الروسينيرو ستتقدم بعرض رسمي لاستعارة مهاجم تشيلسي فرناندو توريس لما تبقى من الموسم، خصوصا مع تذبذب مستوى الإسباني منذ انتقاله إلى تشيلسي في يناير الماضي. ضربة موجعة تلقاها السيد والتر ماتزاري مدرب نابولي بإصابة نجم هجومه إيزكي لافيتزي في مباراة فريقه أمام روما مطلع الأسبوع الماضي. وتعرض لافيتزي لإصابة عضلية في فخذه الأيمن، وكشفت الفحوصات أن فترة غيابه قد تصل إلى شهر على أقل تقدير، مما يعني غيابه عن مباريات نابولي الثلاث أمام باليرمو بولونيا وسيينا بعد عودة الكاتشو مطلع العام القادم. ومن المتوقع أن يعوض المقدوني غوران بانديف زميله الأرجنتيني في خط المقدمة. نتائج مباريات الجولة السادسة عشر. نتائج مباريات الجولة الأولى المؤجلة من الكالتشو الإيطالي. مباريات الجولة القادمة.
الترتيب العام للدوري. الترتيب العام للكالتشو الإيطالي: في المركز الأول يوفنتوس ب 34 نقطة، في المركز الثاني ميلان ب 34 نقطة، في المركز الثالث أودينيزي ب 32 نقطة، في المركز الرابع لاتسيو ب 30 نقطة، في المركز الخامس إنتر ميلان ب 26 نقطة، في المركز السادس روما ب 24 نقطة، في المركز السابع نابولي ب 24 نقطة، في المركز الثامن كاتانيا ب 22 نقطة. قائمة هدافية الكالتشو الإيطالي: لاعب نادي أتلانتا جيرمان دينيس ب 12 هدف، لاعب نادي إيسي ميلان إبراهيموفيتش ب 11 هدف، لاعب نادي أودينيزي أنطونيو ديناتالي بعشرة أهداف. فريق الجولة 16 من الكالتشو الإيطالي: في حراسة المرمى حارس نادي يوفنتوس بوفون، في خط الدفاع مدافع نادي يوفنتوس دي تشيلي، مدافع نادي روما هاينز، مدافع نادي إنتر ميلان لوسيو، مدافع نادي إنتر ميلان مايكون، في خط الوسط لاعب نادي إيسي ميلان نوتشيرينو، لاعب نادي روما سامبليسيو، لاعب نادي كييفو تيرياو، لاعب نادي روما لاميلا، لاعب نادي يوفنتوس بيبي، في خط الهجوم لاعب نادي ليتشي ديميكلي، مدرب الجولة 16 لويس إنريكي مدرب نادي روما. نكرر الشكر للزملاء في روما للأبد. هذه من الفقرات اللي لها جمهور كبير ويحبوها وأدمنوها بصراحة. كل أسبوع لازم تكون عندنا هذه الفقرة الدسمة عن الكرة الإيطالية. أحد أبرز نجوم الموسم واللي تكلمنا عنه كثير في البرنامج أنه صاحب تسديدات رائعة وخلص كثير من المباريات للفريق الاتفاقي، حمد الحمد، في التقرير التالي. في زمن يفتقدت فيه الكرة السعودية للمواهب الكروية بالرغم من وجودها في كشوفات الأندية، إلا أن هناك أسباب لعدم بروزها في المستطيل الأخضر، ومن هذه الأسباب هو اللاعب الأجنبي الذي يحجز مكانه في خارطة الفريق حتى وإن لم يكن مستواه الفني مقنع، لتصبح المواهب السعودية أسيرة لدكة الاحتياط. ولكن هذا الأمر لم يحدث مع لاعب الاتفاق وموهبتنا في هذا التقرير وهو حمد الحمد، فما إن أحسن القائمون على نادي الاتفاق بموهبة هذا اللاعب ومنحوه الفرصة ليمارس موهبته ويعار إلى نادي التعاون في الموسم الماضي وقدم ما لديه من إمكانيات فنية ليثبت أن موهبته لا يمكن تجاهلها، وتمت إعادته هذا الموسم إلى ناديه ليحجز مكانه كأساسي ضمن فرقة الكوماندوز، وساعد فريقه بالحصول على النقاط وسجل 5 أهداف حتى الآن. موهبة يجب المحافظة عليها، ويجب على حمد أن يعمل على نفسه كثيرا لكي لا تختفي هذه الموهبة كما اختفت مواهب كثيرة في السنوات الماضية. علي، حمد الحمد، ايش ممكن نقول عن اللاعب؟ بصراحة هدية يقدمها الفريق الاتفاقي للكرة السعودية بأمان، يعني عمل النجد التركي خلال الموسم هذا تحديدا عمل احترافي أقدمت عليه إدارة نادي القادسية برئاسة الأستاذ عبد العزيز الدوسري. فعلا بناء فريق قوي يعتمد أولا وأخيرا على يعني الأساس، على البنية التحتية، على القاعدة، على قاعدة النشأ. هذا العمل اللي يشاهد الآن حاليا في فارس الدهناء هو من قدم لنا يحيى الشهري وقدم لنا حمد الحمد وأيضا عناصر أخرى قادمة وبقوة. أنا أعتقد العمل في الفريق الاتفاقي عمل منظم وعمل احترافي كبير،
والمستفيد الأول والأخير هي المنتخبات السعودية وهي كرة القدم السعودية. يعني في سنوات مضت تركي يمكن تتفق معي ويمكن الزميل محمد أيضا يوافقني الرأي، كانت دائما الأندية وخصوصا الأندية الكبيرة صاحبة القدرة المالية تركز جل التركيز على جلب اللاعب الجاهز أو الصفقات الاحترافية الأجنبية، صحيح، وبمبالغ كبيرة. هذا الموسم يمكن الاتفاق من الفرق التي عكست أو كسرت القاعدة وركزت خلال السنوات الماضية على بناء القاعدة بشكل تراتبي جميل، وهو ما أفرز لنا حمد الحمد ويحيى الشهري والأسماء التي هي الآن وضعت فريق الاتفاق في مقدمة الترتيب، واستطاع الاتفاق من خلالها أن يعلن قدومه على أن يكون منافس قوي على الدوري. أنا أحيي الإدارة الاتفاقية وأتمنى أيضا أن يكون هناك توجه إداري لتثقيف اللاعب حتى يعني لا يسلط الإعلام يعني رؤوس الأقلام والبرامج الحوارية والبرامج العامة للاعب حتى يدب فيه الغرور وبالتالي نخسر موهبة. هذه نقطة مهمة جدا، أتمنى أن يكون هناك توجيه وحتى لا نخسر حمد الحمد إن شاء الله في القادم. نقطة جدا مهمة قدمها علي في نهاية الحديث، خاف عليه من الغرور. أكيد هذا بلا شك، لكن أنا يمكن ألتقط الجزئية الأخيرة من التقرير اللي عرض الآن اللي هي عملية استمرار اللاعب وتألقه. يعني كثير من اللاعبين الشباب أو البارزين يظهر في موسم أو موسمين ثم ينقطع أداؤه للأسف ويتراجع حتى يخبو. حمد الحمد قدم مستويات جيدة، سجل 5 أهداف كما ذكر التقرير، صنع 3 أهداف، نجح كثيرا في هذا الموسم. يمكن أيضا لابد من أن نعطي الحق لأهله أن برانكو المدرب يعني استطاع أن يخرج هذا اللاعب إلى دائرة الضوء ويقدم أداء جيد. أنا أتمنى من الأندية عندما يظهر لها لاعب ولا يستطيع احتلال مكانه في القائمة الأساسية والاحتياط أن يكون له إعارة، كما ظهر حمد الحمد في التعاون وبرز ثم عاد، حسن العتيبة أيضا تم إعارته للقادسية ثم عاد الهلال وبرز وأصبح الحارس الأول. هؤلاء أيضا بيكون لهم دور كبير في البروز والتألق. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في الجزء الأخير من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا محمد الغامدي وعلي الزهراني هم ضيفاء الحلقة. فقرة اليومية بين قوسين نتابع. في فقرة بين قوسين اخترنا لكم مقالة الكاتب عبدالله الفراج بصحيفة الوطن والتي حملت عنوان فوضى الخرج خيرة، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارة التالية: لعل في الأمر خيرة جراء الفوضى الكوميدية التي أحدثها بعض المراهقين من الجماهير التي حضرت مواجهة الشعلة والهلال بكأس ولي العهد، والتي جاءت لتفرغ شحنات مراهقتها التي بلغت ذروتها في لقاء الأربعاء. وخيرة الأمر من زاوية إعلامية أنه جاء ليكشف المزيد من وضوح وشفافية محافظ محافظة الخرج الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، الذي استطاع أن يقفز بالمحافظة إلى أعلى الدرجات، ولا يمكن لزائر هذه المحافظة الحالمة أن يصدق ما يحدث من تطور ونماء لا يمكن أن يتحقق إلا بعد 50 عاما. وأضاف الكاتب: مع الأمير عبد الرحمن كل شيء تغير، لكن فوضى ملعب الشعلة كشفت التباطؤ في تنفيذ المشاريع التي كانت تناقش في أروقة المكاتب وبهمس أو بين جدران مجالسنا دون أدنى حراك، وربما كانت مجرد تفريغ شحنات ليس إلا، لكن محافظ الخرج جاء ليعجل في تنفيذ مشروع كتب له البناء منذ عقد من الزمن. وظهور المحافظ إعلاميا بعد نهاية اللقاء جاء ليوقد الشعلة للبدء في تنفيذ المشاريع الرياضية في كافة أرجاء السعودية. طيب هذه الفقرة بين قوسين، خلينا نشوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم: لازاروني الاتفاق، جئت للسعودية بدفع مادي وصورة مشوهة. في شمس: جماهير المدينة تستقبل النصر بالحبق والنعناع. وأسامي يعود من لندن بمخطط إسقاط الاتحاد. داعية إسلامي يدعو ماتورانا لاعتناق الإسلام.
في عكاظ زيايه للاتحاديين، هاتوا الفلوس اللي عليكم. في المدينه الهلال يغلق ابوابه ويبيع عقد العربي في يناير. وماتورانا سأعيد توهج النصر من الباراغواي. في صحيفة الشرق أزمة نجران تنفرج ب3 ملايين. ونايف بن سعود أعلن اعتزال الوسط الرياضي ردا على لا منه ولا كفاية شره. وصالح بن ناصر تجارب السعوديين مع الاحتراف الخارجي فاشلة. في صحيفة الشرق الأوسط رئيس النصر يعد الجماهير بأجانب كبار ويؤكد المتربصون بكثر وسأكشفهم للملأ قريبا. هذه عناوين صحافة الصباح، خلينا نشوف توقعات الضيوف. محمد أبدأ معك، الفيصلي والأهلي 1-1 لمين؟ للجميع. علي الفيصلي والأهلي؟ الأهلي والفيصلي أتوقع 2-1 الأهلي. 2-1 للأهلي. طيب الأنصار والنصر؟ صعب على النصر لكن أتوقع 1-1. 1-1 الأنصار والنصر؟ 3-0 النصر. 3-0 النصر. نجران والقادسية محمد؟ 1-1. 1-1. 1-1. علي نجران والقادسية؟ أتوقع القادسية 1-0. القادسية 1-0. نشوف ضيوف حلقة الغد. طارق بن طالب المتحدث الرسمي لنادي النصر، ومنصور الجبرتي رئيس القسم الرياضي بصحيفة الحياة. موعدنا غدا إن شاء الله 11:30. نشكر محمد الغامدي. شكرا تركي لك والمستمعين الكرام والمشاهدين. شكرا لك. وعلي الزهراني شكرا جزيلا لك. شكرا يا تركي، شكرا لك للمشاهدين الكرام. موعدنا غدا إن شاء الله 11:30 في أمان الله.